قبل ما نقول للناس والمشاهدين وش عندنا اليوم، قاعده اقرا على منصه اكس، فشفت الدكتور خالد الغامدي، احمد الغامدي، منزل تغريده يقول قريبا عندما تخرج ملابسك الشتويه وما تقدر انك تلبسها لانها صارت ضيقه عليك، يتبادر في ذهنك تفسيرات كثيره. فاحب اذكرك انه فيزيائيا الجمادات ما تتغير، اللي تغير انت، وانت يعني سمنت زي ما هو ذكر. ففعليا انه بعض الاحيان لما نطلع ملابسنا القديمه نحس نفسنا سمنا. انا صراحه من الناس اللي ما اسمن في الصيف، انا اسمن في الشتاء، بس انا مؤخرا يعني احس اني انا زاد وزني شوي، بس ما تحسين فيها يعني كذا فجاه لما تجين تلبسين ملابسك فعلا تحسين انه انت تغير وزنك. هي مقياس الملابس، هي البنطلونات، التيشيرت، التيشيرت انا احس اكثر شيء اللي يبين انه انت سمنتي لما يمسك عليك ولا عاد تقدرين تتنفسين فيه. انا العكس يعني اللي صاير معي انه كل ملابسي صايره واسعه علي للاسف. حتشوفوا يا جماعه لابسه حزام، يعني حتى في الفستان بلبس حزام يعني. وانا زيك، انا من الناس اللي ممكن اسمن في الشتاء ما اسمن في 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 الصيف. الجمادات ما تتغير، مشيها يا دكتور خليها تتغير. ايوه انت عشان نجبر الخواطر يعني. صح اكيد. ويمكن في ناس ترى خاصة فترة الصيف عزايم، عروس، طلعات، سفر، ففي ناس يحبون انهم ياكلون وما يعني ما يحرمون نفسهم في العزايم ولا في سفراتهم، فيزيد الوزن شوي. نسيت نقطة. وش؟ الدفى. ايه طبعا. صح. الاكل يدفي. ولا وجالسين بعد في البيت يعني نصير اغلب الوقت احنا قاعدين. صح. في البيت والجمعات، شوفين احنا جمعاتنا دائما فيها حلا، فيها فطاير، فيها هذا غير العشاء وغير الاشياء وغير اللي صاروا الناس اذا عزموك يحطون بعد العشاء قهوه مدري ايش واشياء. صح. كلها حلوه وصراحه انا احب الاكل، انا ابدا ابدا ما احب اسوي دايت، بس انه نسوي توازن عشان الملابس تدخل فينا. صحيح صحيح يا